كما حرصت الجامعة على نقل وتوطين المعرفة بالشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية العريقة لتسهم في التطوير الإلكتروني للمناهج العالمية والتقنيات التعليمية وإثراء مصادر ووسائط التعليم والتعلم. سبب اختياري الجامعة السعودية الإلكترونية أنها توفر وسائل سهلة ومتطورة بحيث أن بمقدوري أن أتعلم في أي مكان كان، سواء في الجامعة، في المنزل، خارج البلد، في مدينة أخرى. ومع كل هذه الريادة العلمية والتنوع الأكاديمي، إلا أن الجامعة السعودية الإلكترونية لا تضع سقفاً لدورها في خدمة العلم، وتتطلع دائماً لتفعيل نشاطها الريادي خارج مساحاتها وقاعاتها إلى الساحة العلمية، لتنظم وتشارك في مؤتمرات عالمية، وتدعم تلك الإسهامات التي تكمل الفراغ وتشغل الزاوية المهملة وتزرع بذور الحوار وتشجع المبادرة.